خطوات هينة تفرقنا عن اقتحام الآفاق، خطوات قليلة تفصلنا عن السماء، تلك التي تبني الأمجاد وترعى الأحفاد، خطوات تتقي خالقها، تنهك عن التلف وتجذب إليك الشرف. في دجى ليل أو في صحراء أين، تقودك لعلم ليس وزنه بكين. إنها الكيمياء، خطوات جليلة قادنا إليها الرائد جابر بن حيان. ولد جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي في الفرات سنة 721 الميلادية. كان والده مناصرا للعباسيين في ثورتهم ضد الأمويين. قتله الأمويون في حين كان يؤدي واجب النهر، مما دفع بأسرة جابر بالهجرة إلى اليمن، حيث نشأ ودرس القرآن وتعلم العطارة. بعدما استقرت الأوضاع عاد إلى الكوفة ليتتلمذ على يد جحفر الصادق، جحفر الذي تبحر في علوم الكيمياء معتمداً المنهج التجريبي. بدت الكيمياء خرافية في عصره، تستند على الأساطير البالية فقط، والكيمياء تعني الأرض السوداء في اللغة الهيروغليفية. من خلال هروبه إلى بغداد لاحظ أن الطوب الأحمر يتفاعل مع الماء ليشكل أملاحاً معدنية، وأيضاً تطرق إلى نظرية الميزان، الميزان الوزني وميزان الطبائع. فميزان الوزن يعبر عن وزن كمية معينة لمادة ما، أما ميزان الطبائع فيحدد الحرارة أو البرودة التي تميز الجسم. كان يقدم مكتشفاته إلى الإمام جحفر الذي كان معترفا به لدى هارون الرشيد. أمضى جابر 25 سنة من حياته في البحث والتعمق، مما وجد أن إذا مزجنا الكبريت مع كثير من الزئبق نتجت لنا الفضة، أما إذا مزجنا الكثير من الكبريت مع القليل من الزئبق نتج لنا النحاس. إن ورثه لحرفة والده وهي العطارة أدت به إلى التعمق في أسرار المادة، من العطور إلى المعادن ومن السوق إلى المختبر. كان أول من ألبس المعادن والحلي الذهب بطبقة سطحية رقيقة، فاتهمه أبناء جيله بالسحر والشعوذة وباستعانته بالجن. كانوا جماعة متمردين قاموا بإحراق مختبره، لكن لحسن حظه ولى فارا حاملا ما استطاع من مؤلفاته، وقد ألف كتاب السموم ودفع مضارها جامعا في هذا الكتاب بين الكيمياء والطب لأول مرة، حيث كان له في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق. توفي في مختبره بين لفافات أوراقه، تاركا كتابا في الرحمة ونهاية الإتقان وصندوق الحكمة وغيرها التي ترجمت إلى لغات عالمية يحترف بها إلى يومنا هذا. لعل المنية قد فارقتنا عن جسده، لكن روحه الخالدة لا زالت تسرح وتدرس في مختبرات العالم.